لو ايه هي العلامات او المؤشرات كده اللي تخليني ابتدي اقلق واحس انه في حاجه حصلت في الجلد او البشره، تغير لازم يستدعي الذهاب للطبيب؟ الحاجه الحاده طبعا التقشير اللي بيبتدي يحصل في الجلد، الحاجات بتاعه الحروق، الاحمرار الشديد، الهرش الشديد، الالم الشديد، وظهور تقشير او بقع او فقاقيع في الجلد. ده طبعا من الحاجات بتاعه الحروق، واللي بتتشاف كتير كمان في المصيف، خصوصا في المناطق المعرضه للشمس من المايو زي الكتاف والرقبه والوش والودان. في الحاجات الضاره برضو اللي بتحصل بس بشكل تراكمي، اللي هي تلف الجلد والشيخوخه المبكره وسرطانات الجلد. فالحاجات دي كلها ممكن ما نشوفش التاثير بتاعها لحظي، لكن بنبتدي نشوفها مع تراكم التعرض للشمس في الوقت. فعشان كده منظمه الصحه العالميه حتى بتوصي بشكل كبير جدا بالالتزام الظل في فترات الحراره الشديده والشمس الشديد، والانتظام على حاجه من الصن بلوكس او الكريمات التعرض للشمس، لان ده بيقلل معدلات سرطانات الجلد بشكل كبير بحوالي 90%. 9 من كل 10 كان ممكن يحصل لهم سرطان جلد مع تعرض للشمس بيحموا نفسهم لو بيستخدموا الصن سكرين او الصن بلوك. طيب بعض الناس بتبقى شايفة أن استخدام السان بلوك أو السان سكرين ده شيء قد يكون رفاهية، إمتى بيبقى لازم ضروري وإمتى ممكن يبقى لو هو مش متاح ومش في الإمكان الناس تستخدم إيه مكانه؟ الحقيقة أن الظل يعني أو الشاد أو الابتعاد عن التأثير المباشر للشمس، خصوصا في الفترة اللي هي من الساعة 10 لحد الساعة 4، ده موصى بيه تماما، لأنه هو شيء حيوي. طالما الانسان يقدر يا اما يبعد عن الشمس يا اما يمشي بحاجه زي مظله او اي حاجه تقي من اشعه، من التاثير المباشر لاشعه الشمس. استخدام السان سكرين او سان بلوك ده مش حاجه رفاهيه على الاطلاق، ده حاجه وظيفيه وبتحمي فعليا مش بس حتى من شيخوخه البشره، لكن من تلف البشره ومن سرطانات الجلد. فده حاجه مهمه جدا ان احنا نستخدمها وبطريقه صحيه، ونبقى فاهمين كل سان سكرين المده بتاعته المفروض قد ايه، كل ساعتين ولا كل ساعة ونص، لو بننزل المية المفروض يتغير كل قد إيه، الطبقة اللي المفروض تتحط على الجلد قد إيه. فالحاجات دي مهمة جدا وليست من الرفاهية.